السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. فغادي نشوفوا مع بعضياتنا واحد الملاقية تعرض لأول مرة، وهاد الملاقية هذه سهلة وبسيطة بزاف. فأول حاجة غادي ناخدو خيط حرير مبروم على ثلاثة شعرات. عموما هنا غادي نستعملو على ثلاثة شعرات، وتقدروا تستعملو حتى على أربعة، يعني ماشي إشكال. المهم أول حاجة تنثبتوا الخيط وتنديروا الغرزة الأولى. الان غادي نستعمل الحبكه. لاحظوا معايا الاتجاه ديال الخيط، غادي نرجع في هذيك الغرزه اللي درت ونوضع الحبكه الاولى ونرجع الخيط كذلك مره اخرى في نفس الاتجاه باش نوضع الحبكه الثانيه. والان الحبكه رقم 3، ان في هذا الفراغ هذا غادي نوضعوا ثلاثة ديال الحبكات. هنا حاولوا انكم تذكروا معايا الاعداد، هاد الملاقية هادي مهم فيها بزاف الاعداد اللي احنا غادي نستخدموه. الان انا استخدمت ثلاثة ديال الحبكات، وغادي نرجع في التوب نوضع الغرزة ديالي. لاحظوا معايا مزيان فين غادي نعاود نخدم. الاتجاه ديال الخيط هو هذا، هذه غتكون غرزة عادية. فغادي نرجع يعني الراس ديال هذا المثلث الصغير اللي احنا درناه، في الراس ديالو ندخل الإبرة. هاد الخيط هذا اللي تكون عندي دابا انا غادي نحتاجه، يعني غادي نخدم عليه. لاحظوا معايا مزيان يعني الاعداد والطريقة كيفاش غادي نكملوا هاد الخدمة هذه. هاد الملاقية كتجي رائعة جدا، خصوصا في النهاية ديال النصف طوق، يعني من بعد ما تنساليو النصف طوق وتنبغيو نديرو هاديك الملاقية اللي كتكون في الأسفل، فكتجي رائعة بزاف. الآن يعني من بعد ما رجعت ثبت الخيط في الجهة الأخرى، لاحظوا معايا مزيان غادي نوضع الحبكة هنا كذلك. غادي يعني هاد الملاقية هادي غادي تخدم تقريبا بالحبكة. هنا الحبكة الأولى، ورجع في نفس المكان نوضع الحبكة الثانية، مرة أخرى الحبكة الثالثة. لاحظوا معايا مزيان هذيك الغرزة، يعني الغرزة اللي وضعتها في الراس الفوق كتبان بحال الحبكة، يعني حتى هي كتلعب لي الدور ديال أنها كتعطيني واحد المسافة باش نقدر ندور. الآن الحبكة رقم 4، وهذه الحبكة الأخيرة. غنوضع هنا 4 ديال الحبكات في هاد الخيط هذا اللي انا استعملته. فالان نتابعوا معايا مزيان شنو غادي ندير. الخيط في هاد الاتجاه، وهنا عندي 4 ديال الحبكات، فغادي نجي لهاد الحبكه رقم 2، يعني الحبكه الثانيه هي اللي غادي ندخل فيها الخيط، ومباشره غنثبت الخيط في التوب. يعني من هاد الغرزه هذه غادي نثبت الخيط في التوب ديالي، يعني غادي نرجع لفوق للتوب وغادي نثبت فيه هاد الخيط هذا. والان غادي يعني نرجع نخدم بنفس الطريقه كيفاش خدمت في الاول. غادي نوضع الحبكه الاولى كما قلت لكم، انتبهوا معايا الارقام يعني الاعداد باش غادي نخدم. هنا الحبكه الثانيه، انا كنحاول نخدم ببطء باش كل شيء يفهم. هنا الحبكه رقم 3 والحبكه رقم 4. من بعد ما كملت 4 ديال الحبكات، تذكروا معايا ان احنا في الاول خدمنا 3 ديال الحبكات، من بعد خدمنا 4 وعاودنا خدمنا 4. والان شوفوا معايا مزيان، من بعد ما خدمت يعني وثبت الخيط ما رجعش ندير كيف ما درت في الاول، غنرجع لهنا لهاد المنطقه هذه بالضبط، وغادي نخدم عليها الحبكه الاولى. هنا راه رجعنا خدمنا كيف ما درنا في البدايه، من يلاه بديت فاش يلاه بديت بهذه الطريقه هذه. فوضعت الحبكه هنا الثانيه، والان الحبكه رقم 3. ديما فاش تنخدموا هاد الصغيره هذه، هاد الحبكه اللي يعني العدد ديالها صغير، فكنوضعوا عليها 3 ديال الحبكات، اما الاخرين تنوضعوا عليهم 4.
شوفوا معايا كيفاش غادي نرجع نكمل الخدمة ديالي، من بعد ما خدمنا هنا في التوب أرجع مباشرة للراس ديال هاد المثلث هذا. كما قلت لكم هاد الخدمة هذه راها سهلة بزاف، وفي نفس الوقت كتعطي واحد المنظر رائع. الآن ترجع نخدم في التوب، نحاول نثبته. ديما هاد فاش تنثبت يعني الخيط في التوب كتعطيني واحد بحال شوية ديال المسافة باش أنا نبدا نخدم الحبكة ديالي بشكل عادي، باش يعني تكون عندي الملاقية كاملة غادا في نفس الحجم وتكون غادا متوازنة. فديما تنديرو هنا الحبكة الأولى والثانية والحبكة رقم ثلاثة. أنا غادا هنا يعني غادا بشوية، كنتمنى أن الشكل يكون واضح. الحبكة رقم أربعة. من بعد ما كملت ربعة ديال الحبكات رجع في التوب وغادي نرجع مرة أخرى. ديما مباشرة من بعد ما كنكمل هذوك ربعة الحبكات الأولين كنجي في هذيك الحبكة الثانية. لاحظوا معايا هاد الحبكة هذه الثانية اللي عندي هي اللي تندخل فيها الخيط ومباشرة تربط الخيط في التوب، يعني مباشرة غادي نطلع الفوق وغادي نثبت الخيط ديالي في التوب، عاد نرجع نكمل الحبكة ديالي بشكل عادي جدا. لاحظوا معي يعني التقنية ديال العمل ان احنا كل مرة نخدمه يعني بحال دابا مثلا انا خدمت هنا في الحبكة الثانية، المرة القادمة غادي نحبك نيشان يعني في الحبكة الاولى، وبحال هكا كنبقاو غادي نخدامين حتى كنكملوا. لاحظوا معايا هنا نكملوا أربعة ديال الحبكات نرجع في التوب عادي. والآن كما قلت لكم هذه يعني من بعد ما تندير ربعة زائد أربعة ديال الحبكات، لاحظوا معايا ترجع نيشان لهاد الحبكة الأخيرة يعني اللي حبكتها في الأخر هي اللي غادي نرجع نوضع عليها ثلاثة ديال الحبكات. هنا فين كاين الفرق يعني هنا كتنوضعوا ثلاثة، هنا لو وضعنا أربعة ما غاداش يعني ما تجيناش الخدمة زوينة، غايجينا واحد شوية ديال الديكالاج، فهادشي علاش نديرو غير ثلاثة كافيين، يعني هنا ثلاثة وفي الجوج الآخرين أربعة أربعة، فعدد مناسب. أما اللي بغات تخدم مثلا خمسة ديال الحبكات فهنا تخدم ربعة، يعني تزيد العدد، يعني شحال ما زدتي مثلا في هاد ثلاثة تزيدي فيها وحدة غتولي أربعة، في الأخرين غتزيدي وحدة تولي خمسة. هادشي اللي بغيتي في حالة أنك بغيتي تكبري هاد الملاقية هادي، فأنا هنا وضعتها رقيقة يعني رقيقة وفي نفس الوقت خفيفة وزوينة ودغيا كطلع، يعني إحنا على الأغلب كنبغيو الحاجة اللي دغيا كطلع. فهنا غادي نكملوا هاد الخدمه ديالنا كيف ما قلت لكم بشكل عادي جدا. نخليكم عاد مقطع الموسيقي ونتلاقاو ونشوفوا النهايه ديال هاد العمل هذا. وشكرا شكرا لكل وحده كتبات اي تعليق، كنشكركم بزاف وكنشكركم كاملين كاملين كاملين، وخصوصا السيدات اللي كي يعني تيتابعوا الجديد ديالي، فكنشكركم بزاف وخصوصا اللي كيدعموني كذلك. التعليقات ديالكم راها مهمه بزاف وهي اللي كتشجعني باش انني نزيد نخدم ونزيد يعني مره نخترع شي حاجه بحال هذه مثلا. فكنتمنى ان هذا الشكل هذا ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. نتلاقاو في النهايه ديال الفيديو.
مرحبا بكم مرة أخرى. كنتمنى أن هذا الشكل هذا يكون نال إعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب كتشجيع للقناة على الاستمرار، وجربوها يعني خصوصا في القفاطن وكذلك حتى في الجلالب، يعني كتجي رائعة. فشكرا على المتابعة.